داود ماذا فعل؟ كما ذكرت فإنه بدأ في تعليم الجنود الإسلام، فبدأ في تعليم الإسلام وبدأ كل يعني تعلم الناس الإسلام وبدأ يجندهم إلى القتال معه. وبالفعل سنجد أن أغلب الجيش الذي عبر من المغرب إلى الأندلس كان من البربر، ده كان العرب فيه عدة مئات عدة، وهذا فخر للبربر كما قلت، يعني إيه الأمازيغ فخر لهم أنهم هم الذين عبروا وهم الذين فتحوا بلاد الأندلس، وعن طريقهم تم نقل الحضارة من الشرق إلى الغرب، فهذا من مفاخر البربر الأمازيغ. فموسى ابن نصير يبقى مسألة الجنود بدأ يكون جيشا من أعداد غفيرة من البربر المسلمين الذين سبحان الله كما ذكرت في مدة وجيزة تحولوا من مرتدين يرتدون على الإسلام وعن الإسلام لأدنى عارض إلى مجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى.